بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أقيم بعد ظهر اليوم السباق الرابع لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس لجنة المعتمرين وكأس اسطبل السافرة للجيار العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
كما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي إلى المضمر الفائز جعفر مرزوق، فيما قدم مدير عام شركة علي فينشر السيد علي حسن كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.